إذا تكاملت الأدوار أعتقد أن لن يكون الشخص من ذوي الإعاقة في معزل أبداً. بالإمارات تحولت الإعاقة إلى طاقة وأصبحتم أكثر مثابرة. دولة الإمارات دولة معطاءة ودولة تؤمن بمبادئ التسامح مع كل الأديان، مع كل اللغات، مع كل الثقافات. إحنا ننشر ما تعلمناه من ديننا الإسلامي وما علمته لنا قيادة الإمارات. أنا رزقت بوالد الله يرحمه انتبه منذ سن الطفولة، فبدأ يعاملنا سواسية. إذا هم ضربوا لشقاوتهم أنا أنضرب، إذا هم طلعوا برا كان يجبرني أني أطلع ألعب معهم برا برغم الإعاقة. كان في سؤال من المدرسين عن طموحاتنا إذا كبرنا ماذا نريد، فعلى طول أشرت أني أنا أريد أن أكون ضابط في الشرطة. تفاجأت بضحكتهم، يعني الضحكة اللي فيها سخرية. ما أعرف كيف جاني شعور بالتحدي. عملت برامج في الإذاعة، عملت برامج في التلفزيون، كلها على الهواء، كلها أرتجلها ارتجال. المجتمع خارجي جزء مهم في تكوين هذا الإنسان، في دمجه في المجتمع أو إرجاعه إلى المنزل. اللقاء الخاص الذي نخصصه للسيد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم.